الرموز البادية وملحقة من ملحقات الفياف والواحات الجميل، أن تسافر إلى مناخها لتستقي منها روح الأصالة والتقاليد، هذا جميل، لكن الأجمل أن تأتي إليك، فقد وجدناها بإحدى أحياء العاصمة وفي إحدى المطاعم الجميلة التي ارتأى صاحبها أن يضفي ويزين مطعمه بثوب أصيل ولباس له من البعد التاريخي ما له من الحنين إلى الماضي، وهي الخيمة. كيف تدخل الخيمة ديجا عندك إحساس واحد آخر، تنسى كامل باللي خدمت هذاك النهار إلى عييت، يروح كامل العيا ما كان والو، تحس بعيد، تروح بعيد، يفكرك في التراث تاعنا، في التقاليد تاعنا، في كل حاجة حلوة في الجزائر تلقاها داخل الخيمة هذه، كيما الشخشوخة، كيما السكسو، كيما الحميس تاعنا تراديسيونيل، لي بلا، المكان، يعني حتى كي تشوف مخدة كيما هذه ولا كي تخزر ما تلقاش حيط، تلقى يعني خيمة هكا، تحس روحك تحسرك في الجزائر ولا في الصحراء تاعنا، ولا تروح للصحراء بلا ما انت رحت لها. هو إذن ديكور أعطى للمكان نكهة خاصة، مكان احتوى على كل جميل. حبينا نبدلو وعلوسيان الناس ديجا سي امبورطون، الناس متوحشة بالقعدة هادي، وزيد هادي اوتوماتيكمون يدوى الخيمة. الزبائن بو عندك في الفيستيفال ولا يكون شوية غاشي، وسورتو يحبوا الكسكس والتختوخة التراديسيونال تاعنا ايتو. عندنا زبائن ما شاء الله، جزائريين من الشرق، من الغرب، ما شاء الله، وتعجبهم القعدة، يحبوا سورتو تراديسيونال بزاف بزاف بزاف، كيما شخشوخة، كيما طعام، كيما رشتة، جو تقليدي، شغل انفيديورهم انفيديورهم، كي يقعدوا يقولوا لك الحمد لله احنا رانا في مطعم انا مديرينو دارنا. هو موقع ليس ككل المواقع، استقطب القريب وغازل البعيد، فهبوا اليه. And the taste is very good. We have never test this kind of food in any other place. You know, we are traveling around the world, but this is the food we have ever test the best. I like the shorba. 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 I like it the most. أصالة وتقاليد عريقة تحت مظلة اسمها الخيمة، تأخذك في رحلة مكوكية لأجواء حميمية، بات بين قوسين أو أدنى أن يندثر باسم عولمة لا تأبه لهذه القيم، فحفظ الله تراثنا وتقاليدنا وأدامها ذخرا للبلاد والعباد.